السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معكم ابراهيم محمد، فرقة تانية. اولا كل عام وانتم بخير بمناسبة اقتراب حلول عيد الفطر المبارك. طلع علينا وعليكم وعلى اسركم الكريمة بالخير واليمن والبركات. ثانيا مبروك على درجات الميد تيرم واللي كانت كويسة جدا بالمناسبة، وان ما حلفوش التوفيق لسه في فرصة تانية، او اعتقد في فرصة تانية تقدر تعوض فيها ان شاء الله. مهم انك تبدأ تشوف ايه الاخطاء اللي انت وقعت فيها، ايه الحاجات الغلط اللي انت عملتها وتبدأ تعالجها عشان تقدر تعوض في الفاينل إن شاء الله، والمرة دي بجد مش ترول. المهم اسعى واعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. ربنا بيقول إن ليس الإنسان إلا ما سعى، وإن سعيه سوف يرى. هنيجي لتاني نقطة، والأهم من ده كله هي علاقتك مع ربنا. علاقتك مع ربنا لازم تكون كويسة جدا عشان تلاقي توفيق في حياتك عموما، مش في الدراسة بس. طيب عشان ما أطولش عليكم أكتر من كده، إحنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن شابتر جديد، واخر شابتر معانا في السمستر ده ان شاء الله هو شابتر النيوكليوتيد كيمستري او الكيمياء النوويه. مش طيب النهارده ان شاء الله يا شباب هنتكلم في محاضرتنا، ان شاء الله تبقى محاضره خفيفه ولذيذه. هنتكلم فيها عن 3 عناوين رئيسيه. اول حاجه وهي النيوكليو بروتينز، هناخد فكره عامه عنها سريعه كده. مصطلح النيوكليو بروتينز زي ما انتم شايفين هو مكون من جزئين، نيوكليو جايه من نيوكليس او نواه، وبروتينز اللي هي البروتينات بتاعتنا. فهو مركب بيتكون من بروتينات نووية، تمام؟ هنعرف هو عبارة عن إيه، تمام؟ وهنعرف كذا مثال عليه. طيب تاني عنوان معانا في الشابتر أو في المحاضرة النهاردة آسف، هو النيوكليك أسيد أو الحمض النووي بتاعنا. طيب النيوكليك أسيد ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن بولي نيوكليتايد. يعني إيه بولي نيوكليتايد؟ عديد النيوكليتايد، يعني أكتر من نيوكليتايد ماسكين في بعض بيكونوا لنا النيوكليك أسيد الكبير. هناخد برضه عنه فكرة سريعة. إحنا دايما بناخد في كل شابتر المركب الرئيسي بتاعنا، وبعد كده بنبدأ نمسك الوحدة البنائية اللي بتكونه، نعرف هي بتتكون من ايه، انواعها وهكذا. فكذلك ده اللي هيحصل معانا النهارده ان شاء الله. طيب وتالت بقى عنوان معانا هو النيوكليوتايد او الوحدة البنائية بتاعة النيوكليك اسيد. طيب هنبدأ نتكلم اول حاجة معانا، اول عنوان قلنا هنتكلم عنه في المحاضرة دي ان شاء الله هو النيوكليو بروتينز. طيب النيوكليو بروتينز هي عبارة عن ايه؟ قال لك ان هي بروتينات مضاف ليها حاجة، هي بروتينات مكون كده أو مركب يتكون من بروتين زائد إيه؟ زائد مجموعة ماسكة فيه اللي هي بنسميها بروستيتك جروب، تمام؟ البروستيتك جروب دي بتبقى إيه؟ بتبقى نيوكليك أسيد أو حمض نووي. يبقى تاني قال لك these are conjugated proteins، تمام؟ بتكونتيننج إيه؟ أو بتتكون من إيه؟ بتحتوي على إيه؟ بتحتوي على نيوكليك أسيد كبروستيتك جروب أو كمجموعة إضافية بتكون ماسكة فيه البروتين بتاعنا. طيب يبقى تاني النيوكليو بروتينز هي مركب بيتكون من بروتين ماسك فيه حمض نووي او نيوكليك اسيد. تمام. طيب بيقول ان الحمض النووي الار ان ايه، تمام؟ الار ان ايه انتوا اكيد كلكم عارفين الدي ان ايه والار ان ايه، الاحماض النوويه اللي موجوده في جسمنا. طيب الار ان ايه ده قال لك ده بيبقى موجود في ايه؟ بيبقى موجود في الرايبوزومز. طيب عشان نبقى عارفين يا شباب الرايبوزومز دي عباره عن ايه، هي كومبلكس كده من النيوكليو بروتينز. احنا سائلين نيوكليو بروتين يعني ايه؟ يعني بروتين ماسك فيه حمض نووي او نيوكليك اسيد. يبقى تاني الرايبوسوم هي عباره عن نيوكليو بروتين كومبلكس، تمام؟ بيتكون من نيوكليك اسيد وبروتين. طيب النيوكليك اسيد اللي بيكون الرايبوسوم ده هو الار ان ايه. يبقى تاني الرايبوزومز بتتكون من ايه، هو او هي عباره عن ايه اصلا؟ هي عباره عن نيوكليو بروتينز كومبلكس، تمام؟ طيب بتتكون من ايه؟ بتتكون من بروتين، جزء بروتين، وجزء اسمه ال RNA اللي هو النيوكليك اسيد او الحمض النووي بتاعنا. طيب نيوكليو بروتين ده اسم عام شويه للمركب عشان يبقى مخصص شويه، فبنسميه الرايبو نيوكلي ايه بروتين. طب ليه سميناه رايبو نيوكلي بروتين؟ هنعرف بعد كده ان ال RNA ده اصلا يعني رايبو نيوكليك اسيد. طب ليه اتسمى رايبو نيوكليك اسيد؟ عشان بيدخل في تكوينه سكر خماسي الرايبوز، بيدخل في تكوينه الرايبوز هو سكر خماسي، فعشان كده هو اتسمى رايبو نيوكليك اسيد. طيب يبقى قلنا الرايبوزومز بتدخل في تكوينها حمض اميني او احماض امينيه اسمها الار ان اي، تمام؟ وكعلامه يعني الرايبوزوم بتبدا بالار، فاللي بيدخل في تكوينها الار ان اي، تمام؟ طيب عندنا حاجه تانية اسمها كروماتين. كروماتين ده برضو نيوكليو ايه، نيوكليو بروتين، تمام؟ طيب بيدخل في تكوينه ايه؟ بيدخل في تكوينه بروتين و نيوكليك اسيد، تمام؟ امر مفروغ منه. طيب النيوكليك اسيد الموجود معانا هنا هو الدي ان اي. طيب الدي ان ايه ده عباره عن ايه؟ هو اسمه ديوكسي رايبو نيوكليك اسيد. يعني ايه؟ يعني هو نيوكليك اسيد بيدخل في تكوينه سكر خماسي الديوكسي رايبوز، بيدخل في تكوينه سكر خماسي الديوكسي رايبوز اللي هو كان مشتق من الرايبوز، تمام؟ كنا قلنا كان بيبقى مشتق ازاي؟ ان احنا بننزع منه اكسجين، فعشان كده متسمى
دي اوكسي ريبو نيوكليك اسيد. يبقى تاني ال دي ان ايه بيدخل في تكوين الكروماتين، وقلنا الكروماتين ده نيوكليو بروتين بيتكون من جزء بروتين وجزء نيوكليك اسيد اللي هو ال دي ان ايه. اتمنى تكون واضحه. طيب هنبدا نتكلم على اول مثال معانا من النيوكليو بروتينز وهو الكروموزومز او الكروموزومات. اكيد سمعتوا الاسم ده قبل كده. طيب كروموزومات زي ما قلنا هو نيوكليو بروتين. تاني يعني ايه نيوكليو بروتين؟ يعني بروتين ماسك فيه نيوكليك اسيد او حمض نووي. تمام. طيب نبدا نشوف بقى ايه هو البروتين اللي بيكون الكروموزومز وايه هو الحمض النووي اللي بيدخل في تكوين الكروموزومز. تمام. فعندنا الكروموزومز دي بتتكون من بروتين اسمه الهيستونز. الهيستون ده هو في الاساس بيزك بروتين. يعني ايه بيزك بروتين؟ يعني بروتين قاعدي. يعني ايه برضه بروتين قاعدي؟ لو نرجع شويه كده لشابتر البروتينات كنا بنقول ان البروتين القاعدي ده عدد الامينو جروب الموجود فيه اكتر من عدد الكربوكسيل جروب فيتسمى بروتين قاعدي. يبقى البروتين الموجود معانا اللي بيكون الكروموزومات هو الهيستونز وده بروتين قاعدي. تمام. طيب شكله بيكون عامل ازاي؟ هو شكله بيكون سلندريكال او اسطواني شويه. تمام. طيب عندنا النيوكليك اسيد بيكون الكروموزوم هو ال دي ان ايه. يبقى النيوكليك اسيد او الحمض النووي اللي معانا اللي بيكون الكروموزومات هو ال دي ان ايه. طيب المركب ده بيكون شكله عامل ازاي؟ احنا قلنا ان الهيستون ده بيكون شكله سلندريكال او اسطواني. تمام. وال دي ان ايه عباره عن دي ان ايه سترانس او شرايط دي ان ايه بتكون طويله. طيب ايه اللي بيحصل هنا؟ ان الشرايط دي بتبدا تلف حوالين الشكل الاسطواني بتاع الهيستونز ده شكل سبايرال كده. تمام. فبتبدا تكون الكوندنس اللي هو كوندنس كومبلكس. هنا بيكون يعني مركب مضغوط شوية اللي بيطلع في النهاية الكروموزومز. يبقى الكروموزومز تاني أو الكروموزومات هي عبارة عن إيه؟ هي نيوكليو بروتين. تمام. قلنا نيوكليو بروتين يعني إيه؟ يعني بروتين ماسك فيه نيوكليك أسيد. طيب البروتين اللي موجود معانا اللي بيكون الكروموزومات هو الهيستونز. قلنا هيستون كان بروتين قاعدي. تمام. شكله عامل إزاي؟ شكله أسطواني. طيب النيوكليك أسيد أو الحمض النووي اللي بيكون الكروموزوم برضه أو بيدخل في تكوينه هو ال دي إن إيه او الديوكسيريبونيوكليك اسيد. تمام. طيب ده بيكون عامل ازاي؟ بتكون شرايط طويله تبدا تلف حوالين الهيستونز فبتكون المركب المضغوط معانا اللي هو الكروموزومز. طيب معلومه عارفينها من زمان من واحنا اطفال ان عدد الكروموزومات في جسمنا بتكون 46 كروموزوم. تمام. يبقى عدد الكروموزومات الموجوده في جسم الانسان بتكون 46، 23 من كل فرد اللي هو 23 من الاب 23 من الام. يعني طيب تاني مثال معانا وهو الكروماتين. الكروماتين برضو هو نيوكلي بروتين، يعني بروتين ماسك فيه نيوكليك اسيد. تمام. طيب هو بيتكون من ايه؟ قلنا ان هو بيتكون من كومبلكس من الدي ان ايه والبروتين. بيتكون من كومبلكس. تمام. مركب من الدي ان ايه اللي هو الديوكسيريبونيوكليك اسيد والبروتين. تمام. طيب بيكون كوندنس يعني بيكون مضغوط. يبقى تاني الكروماتين هو عباره عن كوندنس الدي ان ايه بروتين كومبلكس. تمام. مش عايزين ندخل في تفاصيل، هو معلومة بس اعرفها. تاني ان الكروماتين ده هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن condensed DNA protein complex. يبقى بيقول ايه؟ قلنا it's a chromosomal material that is formed of a condensed DNA protein complex. طيب هنتكلم دلوقتي على تاني عنوان معانا في المحاضرة ان شاء الله هو النيوكليك اسيد او الحمض النووي. تمام. كنا قلنا ان النيوكليك اسيد ده عباره عن ايه؟ عباره عن بولي نيوكليوتايد او عديد النيوكليوتايد، يعني اكتر من نيوكليوتايد ماسكين في بعض بيكون لنا النيوكليك اسيد الكبير بتاعه. طيب لو جينا بصينا على النيوكليك اسيد كده من فوق قلنا ان هو بيتكون من ايه؟ من بولي نيوكليوتايد. طيب نبدا نمسك النيوكليوتايد الواحده. تمام. هل هي بتتكون من ايه؟ النيوكليوتايد الواحده اللي هي بالشكل ده كده. تمام. بتتكون من جزئين، بتتكون من حاجه اسمها نيوكليوزايد. تمام. ومجموعه فوسفات. يبقى بتتكون من فوسفيت جروب بالمنظر ده كده. لو مثلا رقمنا السكر بتاعنا اللي هي ماسكه في الكربونه رقم 5. تمام. وبتتكون من حاجه اسمها نيوكليوزايد. نيوكليوزايد لو شفنا المصطلح ده ممكن نفتكره بالجلايكوزايد. لو نفتكر في شابتر الكارب كنا بنقول جلايكوزايد يعني حاجه مضافه للسكر بتاعنا، فكذلك هنا نيوكليوزايد يعني السكر مضاف له قاعده نيتروجينيه. طيب النيوكليوزايد ده بيتكون من ايه؟ لو بصينا على الشكل ده هنلاقيه بيتكون من سكر وبيتكون من حاجه اسمها نيتروجينس بيز او قاعده نيتروجينيه. تمام. طيب يبقى السكر بتاعنا اللي بيكون النيوكليوزايد اللي هو مع مجموعه الفوسفات بيكون النيوكليوتايد الكبيره اللي هي لما بتتجمع مع بعض بتكون النيوكليك اسيد. فاهمين الترتيب ده؟ تاني نبدا من فوق تاني. قلنا النيوكليك اسيد بتاعنا اكتر من نيوكليوزايد ماسكين مع بعض، يعني شفتوا الشكل ده كده يكون اكتر من واحده مفصوصين ايه ماسكين في بعض. تمام. طيب
النيوكليوتيد الواحدة دي لو جينا نبص عليها، نقرب كده ونبص عليها، اللي هي بتتكون من ايه؟ اللي هي بتتكون من مجموعة فوسفات بتبقى ماسكة في الكربون رقم 5، تمام؟ وحاجة كده مركب متكون من جزئين اسمه نيوكليوزايد. اسمه ايه؟ نيوكليوزايد، تمام. طيب لو جينا قربنا اكتر على النيوكليوزايد ده، اللي بيتكون من ايه؟ اللي بيتكون من سكر، تمام، ونيتروجينس بيز او قاعدة نيتروجينية. طيب السكر بتاعنا ايه هو؟ احنا قلنا قبل كده في السلايد اللي فات ان هو سكر خماسي او البنتوز شوجر. طيب بيبقى ايه؟ يا اما بيبقى ريبوز او دي اوكسي ريبوز. قلنا يا اما يبقى سكر خماسي ريبوز او سكر خماسي دي اوكسي ريبوز، اللي هو كان مشتق من الريبوز، كنا بنعمل له ان احنا بننزع الاكسجين منه فبيبقى دي اوكسي ريبوز، تمام. طيب ده السكر بتاعنا. طيب ايه النيتروجينس بيس او القاعده النيتروجينيه اللي بتكون النيوكليزايد دي؟ هي بتبقى يا بيورين يا بريمidin. احنا عندنا نوعين من القواعد النيتروجينيه، ممكن القاعده النيتروجينيه اللي بتكون ماسكه في السكر بتاعنا تكون بيورين، يا اما تبقى بريمidin. طيب البيورين دي قواعد نيتروجينيه بتتكون من ايه؟ بتتكون من حلقتين. يعني لو بصينا على المنظر ده كده هنلاقيه عباره عن حلقتين ماسكين في بعض. طيب انما البريمidin هل هي بتتكون من حلقه واحده. يبقى تاني نبدا المره دي من تحت لفوق. عندنا لو جبنا ايه؟ نيتروجينس بيس او قاعده نيتروجينيه، تمام، نوعها ايه؟ يا اما بيورين بتتكون من حلقتين، يا اما بريمidin بتتكون من حلقه واحده، تمام. وجبنا ايه؟ وجبنا بنتوز شوجر او سكر خماسي. الانواع اللي معانا ايه؟ يا اما ريبوز يا اما دي اوكسي ريبوز، تمام. جينا مسكنا نوع من كل واحد في بعض، تمام. يعني مثلا يعني جبنا الريبوز ومسكناه في البيورين رينج دي، او العكس يعني مسكنا البيورين رينج في سكر ريبوز هنا، تمام. طيب ايه المركب اللي هيطلع لنا؟ هيطلع لنا حاجه اسمها نيوكليزايد، هيبقى بالمنظر ده كده، هيبقى عباره عن سكر اللي هو قلنا سكر ريبوز ماسك فيه نيتروجينس بيز او قاعده نيتروجينيه اللي هي في المثال بتاعنا قلنا البيورين مثلا. طيب النيوكليزايد ده اللي احنا كوناه، لو جينا ضفنا له مجموعه فوسفات، لو جينا ضفنا له مجموعه فوسفات عند الكربونه رقم 5 بتاعت السكر، تمام، هيكون مركب اكبر شويه وهو النيوكليوتيد. طيب النيوكليوتيد لو جبنا اكتر من نيوكليوتيد واحده واثنين وثلاثه واربعه ورصيناهم فوق بعض كده ويبداوا يمسكوا في بعض، تمام، برابط، المركب الناتج بقى الكبير اللي هيطلع معانا هو النيوكليك اسيد، تمام. اتمنى تكونوا فاهمين السيكونس او الترتيب بتاع تكوين النيوكليك اسيد. طيب وهنا بيبدا ايه التاني؟ الكلام اللي احنا قلناه بيقول ايه هنا؟ بيقول ان في نوعين اساسيين او رئيسيين من الحمض النووي بتاعنا او النيوكليك اسيد. بيقول لك there are two many types two main types sorry من النيوكليك اسيد، تمام. ايه هما؟ ال DNA وال RNA، تمام. يبقى احنا عندنا نوعين اساسيين من الحمض النووي بتاعنا، يا اما يبقى DNA يا اما يبقى RNA. ال DNA عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه اسمها ديوكسي ريبونيوكليك اسيد. طيب احنا خلاص فهمنا النيوكليك اسيد بيتكون ازاي. تعال نفصص ال DNA ده. احنا قلنا النيوكليك اسيد بيتكون من ايه؟ بيتكون من اكتر من نيوكليوتايد. طيب النيوكليوتايد الواحده بتتكون من مجموعه فوسفات ونيوكليوزايد، تمام. طيب النيوكليزايد بتاعتنا بتتكون من ايه؟ النيوكليزايد بتتكون من نيتروجينس بيز، وبتتكون من ايه؟ بتتكون من سكر خماسي، تمام، بتتكون من نيتروجينس بيز او قاعده نيتروجينيه وسكر خماسي. طيب السكر الخماسي اللي موجود معانا اللي بيكون الدي ان ايه هو الدي اوكسي ريبوز. هو الدي ان ايه او الحرف دي هو الدي اوكسي ريبوز، جاي من دي اوكسي ريبوز، تمام. طيب النيوكليك اسيد ليه ما سميناش نيوكليك اسيد؟ لان في اكتر من ليه ما سميناهوش يعني باسم معين لقاعده نيتروجينيه؟ لان زي ما قلنا او زي ما هنقول لسه ان في اكتر من قاعده نيتروجينيه بتدخل في تركيب الدي ان ايه. فالمسمى اللي ممكن نسميه له هو الحاجه الوحيده اللي بتدخل في تركيبه مثلا هنا، وهي الديوكسي ريبوز، مش بيدخل فيه مثلا الريبوز، فعشان كده اتسمى ديوكسي ريبونيوكليك اسيد. ويبقى تاني الدي ان ايه هو عباره عن نيوكليك اسيد، السكر نوع السكر الخماسي اللي بيكونه هو الديوكسي ريبوز. يبقى تاني الدي ان ايه نوع السكر اللي بيكونه هو الديوكسي ريبوز، انما الار ان ايه نوع السكر اللي بيكونه هو الريبوز بقى. يبقى الار ان ايه نوع السكر اللي بيكونه هو الريبوز، انما الدي ان ايه نوع السكر اللي بيكونه هو الديوكسي ريبوز، تمام. بعد كده قلنا ان البيلدينج يونت بتاعت النيوكليك اسيد هي النيوكليوتايد، تمام. فبتتكون من ايه؟ احنا بنعيد الكلام تاني، يعني احنا شرحنا على الرسمه اللي فاتت وهنبدا نعيد الكلام تاني المكتوب. قلنا النيوكليوتايد دي كانت بتتكون من ايه؟ لو نفتكر قلنا كانت بتتكون من حاجه اسمها نيوكليزايد وحاجه اسمها مجموعه فوسفات، او نيوكليزايد ماسك فيها ايه؟ مجموعه فوسفات عند الكربون رقم 5. يبقى هنلاقي مجموعه فوسفات ماسكه فيه نيوكليزايد. فهتقول لي فين النيوكليزايد هنا؟ احنا قلنا ان النيوكليزايد عباره عن ايه؟ عباره عن نيتروجينس بيز او قاعده نيتروجينيه، وعباره عن بنتوز شوجر او سكر خماسي. القاعده النيتروجينيه دي ممكن تبقى يورين اللي احنا قلنا كانت بتتكون من حلقتين، يا اما تبقى بريميدين اللي هي بتتكون من حلقه واحده، تمام.
طيب السكر الخماسي بتاعنا ممكن يبقى ريبوز اللي هو بيكون الار ان ايه، او ممكن تبقى دي اوكسي ريبوز اللي هو بيكون الدي ان ايه. يبقى تاني زي ما قلنا ان النيتروجينس بيز والبنتوز شوجر مع بعض بيكونوا حاجه اسمها نيوكليزايد. النيوكليزايد لما يرجع يمسك فيه مجموعه الفوسفات بتاعتنا هيكون النيوكليزايد اللي هي البيلدنج يونت او الوحده البنائيه بتاعت الحمض النووي بتاعنا. طيب شباب، احنا دلوقتي عمالين نعيد الكلام اللي احنا قلناه كله، تمام؟ احنا اتكلمنا عن نيتروجينس بيزز بتاعتنا، قلنا هي قواعد نيتروجينيه نوع ايه، ممكن تبقى بيورين او بريميدين، تمام؟ قلنا ان البيورين بتتكون من حلقتين، ده شكل ليها هو، طبعا الاشكال دي مش عليك بس للمعرفه فقط عشان تبقى متخيل المنظر وانت بتذاكر، فالموضوع ده بيبقى اسهل على فكره جدا انك تبقى متخيل المنظر في دماغك عن ما تبقى بتذاكر حاجه انت مش عارف شكلها عامل ازاي اصلا، تمام؟ يبقى قلنا عندنا البيورين بتتكون من حلقتين بالمنظر ده كده، وعندنا البايرميدين بيز بتتكون من حلقه واحده، تمام؟ يبقى تاني عندنا في نوعين من القواعد النيتروجينيه، بيورين، قواعد البيورين وقواعد البايرميدين، تمام؟ البيورين بتتكون من حلقتين والبايرميدين بتتكون من حلقه واحده. طيب احنا عمالين نقول في قواعد بيورين وقواعد بايرميدين، طب ايه هي انواعهم، انواع كل واحد منهم؟ احنا عندنا البيورين في منها نوعين، البيورين بيزس في منها نوعين، والبايرميدين بيزس في منها 3 انواع. طيب البيورين بيزس عشان نبقى عارفين ان هي مش نوعين بس، هما في كمان 2 تانيين، بس احنا هنا ذكرنا الاتنين دول بس ليه؟ عشان دول اللي بيدخلوا في تكوين سواء الدي ان ايه او الار ان ايه، تمام؟ طيب انما النوعين التانيين ليهم وظيفه تانية ما بيدخلوش في تكوين الدي ان ايه والار ان ايه، فعشان كده ما اقدرش احطهم هنا، تمام؟ احنا هنا دلوقتي بنتكلم على النيوكليك اسيد اللي بيدخل في تكوين الدي ان ايه والار ان ايه، تمام؟ طيب سوري، النيتروجينس بيسز معلش اللي بتدخل في تكوين الدي ان ايه والار ان ايه، تمام؟ طيب ايه الانواع الموجوده معانا؟ عندنا اول واحد معانا اسمه الادينين. طيب الادينين احنا لو جينا شفنا اسمه التاني هنلاقي حاجه اسمه 6-امينو بيورين. عشان نبقى عارفين يا شباب ان البيزس، انواع البيزس اللي معانا هي مشتقات من الشكل الرئيسي بتاع البيز الموجوده او القاعده الموجوده معانا. يعني احنا عندنا القاعده بيكون شكلها عامل ازاي؟ مثلا البيورين هي عباره عن حلقتين، تمام؟ طيب احنا عشان نكون الادينين هنعمل ايه؟ هنضيف حاجه عليها فهتبقى مشتق منها، تمام؟ طيب احنا هنا بنضيف ايه؟ بنضيف امينو جروب. طيب الامينو جروب دي بتضاف فين؟ بتضاف عند الكربون رقم 6. لو بصينا هنا نلاقي الكربون رقم 6 اهو، تمام؟ بنبدأ نضيف عندها امينو جروب بالشكل ده كده، تمام؟ فتحولت من مجرد ان هي بيورين بيز، الشكل البيزك بتاعها اتحولت ل ادينين، والادينين ده بيدخل في تكوين الدي ان ايه والار ان ايه. عشان تبقوا عارفين برضو ان البيورين بيز بتدخل في تكوين الاثنين دي ان ايه وار ان ايه، لان هنعرف كمان شويه ان في البايرميدين بيزس في منها حاجات بتدخل في تكوين الاثنين برضو، في حاجات بتدخل في تكوين الدي ان ايه بس، وفي حاجات بتدخل في تكوين الار ان ايه بس، تمام؟ طيب تاني بيورين بيز موجودة معانا وهي الجوانين، تمام؟ الجوانين ده اتكون ازاي؟ لو جينا نبص على اسمه هنلاقي اسمه 2-امينو 6-اوكسي بيورين. طيب 2-امينو معنى كده في امينو جروب ماسكه فيه ايه؟ ماسكه فيه الكربون رقم 2. لو جينا بصينا هنا هنلاقي الكربون رقم 2 اهي، تمام؟ ماسك فيها ايه؟ ماسك فيها امينو جروب، تمام؟ يبقى الكربون رقم 2 ماسك فيها امينو جروب. طيب 6-اوكسي بيورين، 6-اوكسي بيورين معنى كده ان الكربونه رقم 6، كربونه رقم 6 في البيورين بيز ماسك فيها ايه؟ ماسك فيها اكسجين. يبقى تاني الجوانين ده اتكون ازاي؟ بان في كربونه مسكت في سوري في اكسجين مسكت في الكربونه رقم 6، تمام؟ وفي امينو جروب مسكت في الكربونه رقم 2، كون لنا ايه؟ كون لنا الجوانين، تمام؟ طيب في معلومه كمان انا معلش نسيت اقولها، هي الاكس دي انتوا اكيد سالتوا نفسكم الاكس اللي هو حاططها دي. طيب بص يا شباب، الاكس ده هو حاططها كمكان بيعلم لك مكان اللي بيمسك فيه السكر بتاعنا. احنا قلنا ان النيوكليزايد، النيوكليزايد بيتكون من ايه؟ بيتكون من قاعده نيتروجينيه اللي هي سواء كانت بيورين او بريميدين، احنا دلوقتي بنتكلم على البيورين، تمام؟ فهي قاعده نيتروجينيه اللي هي البيورين ماسك فيها سكر خماسي سواء كان ريبوز او ايه، دي اوكسي ريبوز. احنا قلنا هنا ان اللي بيدخل ان الاثنين بيدخلوا في تكوين الدي ان ايه والار ان ايه، فهنا ما اقدرش اخصص حد فيهم، ما اقدرش اقول اللي بيمسك هنا ريبوز بس او اللي بيمسك هنا دي اوكسي ريبوز بس، لا عادي ممكن يمسك فيهم يا اما ريبوز يا اما دي اوكسي ريبوز، تمام؟ طيب يبقى احنا قلنا ده المكان اللي بيمسك فيه ايه؟ اللي بيمسك فيه السكر الخماسي بتاعنا، قلنا تاني سواء كان ريبوز او دي اوكسي ريبوز. يبقى المكان بتاع السكر اللي بيمسك فيه البيورين بيزس هو ايه؟ هو الان 9. دي معلومه هنعرفها كمان شويه برضو، بس انا حبيت اوضحها لكم هنا عشان ما تستغربوش الاكس اللي هو حاططها دي. يبقى تاني الاكس اللي هو حاططها في المنظر قدامنا ده هو مكان المكان اللي بيمسك فيه السكر الخماسي بتاعنا، تمام؟ بيمسك فين تاني؟ عند النيتروجين رقم 9. يبقى السكر بيمسك فيه البيورين
بيز بتاعتنا عند النيتروجين رقم 9. طيب احنا خلصنا كده البيورين بيزز، النوعين اللي بيدخلوا في تكوين الدي ان ايه والار ان. عندنا في البايرميدين بيزز بقى، عندنا في منهم 3 انواع. طيب احنا قلنا ان البيورين بيزز الاثنين بيدخلوا في تكوين الدي ان ايه او الار ان ايه، انما هنا البايرميدين بيزز في حاجات بتدخل في تكوين، في نوع منهم بيدخل في تكوين الدي ان ايه والار ان ايه برضو عادي، في نوع تاني بيدخل في تكوين الدي ان ايه بس، وفي نوع بيدخل في تكوين الار ان ايه بس. تمام. طيب هنبدا باول واحد معانا هو السيتوزين. طيب السيتوزين ده اتكون ازاي؟ احنا هنا بنتكلم على بايرميدين، خلاص خلصنا البيورين. البايرميدين قلنا ان هي بتتكون من حلقه واحده. تمام. طيب احنا لو جبنا الحلقه بالمنظر ده اسمه ايه؟ اسمه 2 اوكسي 4 امينو بايرميدين، اسمه 2 اوكسي 4 امينو بايرميدين. يعني في ذره اكسجين ماسكه فين؟ ماسكه في ماسكه في الكربون رقم 2. يعني لو بصينا هنا على الكربون رقم 2 نلاقي ماسك فيها ايه؟ ذره اكسجين اهو بالمنظر ده. تمام. طيب ايه تاني؟ 4 امينو، يعني عند الكربون رقم 4 برضو، الكربون رقم 4 اللي هي دي ماسك فيها ايه؟ ماسك فيها امينو جروب بالمنظر ده. تمام. اول ما يمسك الاكسجين في الكربون رقم 2 ويمسك الامينو في الكربون رقم 4 هيتكون عندنا السيتوزين اللي هو ديريفاتيف من البريميدين او بريميدين بيز. بلاش كلمه ديريفاتيف دي عشان ما تتلخبطوش، هو بريميدين بيز. تمام. السيتوزين هو بريميدين بيز. تمام. السيتوزين ده بيدخل في تكوين الدي ان ايه او الار ان ايه. تمام. احنا هنا عرفنا خلاص ان الاكس ده ايه، الاكس ده مكان ما السكر بيمسك. طيب السكر اللي عندنا هنا ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى ريبوز او ديوكسي ريبوز عادي، ما احنا قلنا ان السيتوزين ده بيدخل في تكوين الدي ان ايه او الار ان ايه. تمام. طيب النيتروجين اللي هنا ده رقم كام؟ ده رقم 1. يبقى المكان اللي السكر بيمسك فيه في البايرميدين بيزس هو ان 1. تمام. يبقى تاني المكان اللي بيمسك فيه اللي بيمسك فيه السكر بتاعنا تمام في البايرميدين بيزس هو ايه؟ هو ان 1. انما كنا قلنا ان المكان اللي بيمسك فيه السكر بتاعنا في البيورين بيزس هو ايه؟ هو ان 9. تمام. تمام. اتمنى تكون واضح. طيب تاني بايرميدين بيز موجود معانا هو الصيمين. الصيمين بنرمز برمز تي، يعني ما احنا بنرمز لهم باول حرف منهم. تمام. الصيمين ده عباره عن ايه؟ الصيمين هو فيه اضافات كتيره شويه. تمام. احنا الصيمين ده عندنا بنضيف له 2 اكسجين ايه اتوم، يعني بنضيف له ذرتين اكسجين. تمام. عند ايه؟ عند الكربون رقم 2 والكربون رقم 4. يبقى عند الكربون رقم 2 لو بصينا هنا عشان الترقيم بس ما تتلخبطوش، الكربون رقم 2 هنلاقي عندها اكسجين، كذلك الكربون رقم 4 هنلاقي عندها ايه؟ اكسجين برضه. تمام. طيب وايه تاني؟ 5 ميثايل بايرميدين. 5 ايه؟ ميثايل، يعني بيمسك فيه ميثايل جروب عند الكربون رقم 5. لو بصينا هنا الكربون رقم 5 ايه بيمسك فيها؟ ايه بيمسك فيها؟ ميثايل جروب. تمام. يبقى لو 2 كربون اتوم مسكوا عندنا في ال سوري 2 اكسجين اتوم مسكوا في الكربون رقم 2 ورقم 4، وعندنا في ميثايل جروب مسكت في الكربون رقم 5، هتكون لنا عندنا ايه؟ الصيمين اللي هو بايرميدين رانك بايرميدين بيز. تمام. برضه هنا الاكس ده مكان ايه؟ مكان ما السكر بيمسك. طب هل هنا هل الاكس ده ممكن يبقى ريبوز او ديوكسي ريبوز؟ لا، احنا قلنا ان في البايرميدين في حاجات بتدخل في تكوين الدي ان ايه بس، وحاجات بتدخل في تكوين الار ان ايه بس، حاجات بتدخل في تكوين الاثنين. قلنا ان السيتوزين بيدخل في تكوين الاثنين. تمام خلاص كده. طيب الصيمين ده هل بيدخل في تكوين الدي ان ايه ولا الار ان ايه؟ الصيمين بتاعنا بيدخل في تكوين الدي ان ايه. يبقى الصيمين بيدخل في تكوين الدي ان ايه. حتى انت هنا لو بصيت هتلاقيه حاطط لك دي. طيب دي ده معناها ايه؟ معناها ان السكر اللي ماسك هنا هو الديوكسي ريبوز، عشان الصيمين بيدخل في تكوين الدي ان ايه اللي هو ديوكسي ريبونيوكليك اسيد، فالسكر بس اللي بيمسك هنا هو نوع الديوكسي ريبوز بس. تمام. انما اليوراسيل هنلاقيه بيمسك فيه ايه؟ الريبوز. يبقى تاني الصيمين بيدخل في تكوين الدي ان ايه عشان السكر اللي بيمسك فيه هو الديوكسي ريبوز. تمام. انما اليوراسيل بيدخل في تكوين الار ان ايه عشان السكر اللي بيمسك فيه هو الريبوز، وهتلاقيه مش حاطط هنا دي، شكل الباقي. تمام. طيب نيجي لتالت نوع وهو اليوراسيل بقى. اليوراسيل اخر نوع معانا من البايرميدين بيز. تمام. طيب اليوراسيل هو عباره عن ايه؟ عباره عن 2 4 داي اوكسي بايرميدين، 2 4 داي اوكسي بايرميدين. معنى كده ايه؟ ان احنا عندنا برضو ذرتين اكسجين ماسكين فين؟ ماسكين في الكربون رقم 2 ورقم 4. تمام. طيب ممكن حد يجي يقول ان احنا ممكن نجيب الصيمين من اليوراسيل، ده كلام مظبوط ان اليوراسيل بيمسك فيه ايه؟ بيمسك فيه 2 اكسجين اتوم عند الكربون رقم 2 والكربون رقم 4. تمام. الصيمين في زياده نفس ال 2 اكسجين اتوم برضه عند ال 2 و4، في بقى زياده ايه؟ ان في 5 ميثايل جروب، يعني في ميثايل جروب ماسكه في الكربون رقم 5، فاحنا ممكن نجيب اليوراسيل نضيف له ميثايل جروب عند الكربون رقم 5 حولناه لصيمين.
دي معلومة بس ليك يعني، ما مش مذكورة أصلا، فأنا حبيت أوضح لك وخلاص يعني. اليوراسيل قلنا إن ده تالت بايرميدين بيز موجود معاه. طيب اليوراسيل ده قلنا إن هو بيدخل في تكوين الـ RNA، معنى كده إن السكر اللي ماسك هنا هو الريبوز شوجر، هو السكر الخماسي الريبوز، بيمسك عند إيه؟ قلنا عند N1. يبقى تاني سريعا كده قلنا إن البايرميدين بيزز مكان اللي بيمسك فيه السكر بتاعنا هو N1، إنما البيورين بيزز المكان اللي بيمسك فيه السكر بتاعنا هو N9. طيب تاني بيرجع يتكلم تاني عن البيورين بيزز بتشمل ايه؟ احنا ده كله هيبدأ يعني بيقعد يعيد الكلام تاني، يعني هو بيدينا الأول أو أنا حطيت لكم الأنواع الأول شرحت عليها، بعد كده بحط لكم كلام الداتا بتاعت الكتاب عشان أرجع أقرأها لكم تاني عشان تبقوا قلت كل حاجة موجودة في الكتاب. فاحنا بنشرح الحاجة وبنرجع نعيدها تاني كزيادة تأكيد. فتاني عندنا البيورين بيز بتاعتنا، قلنا هما مين؟ قلنا هما الأدينين والجوانين. قلنا هما مين؟ أدينين وجوانين. وقلنا إن البيورين بيز النوعين بتوعهم بيدخلوا في تكوين الدي إن إيه والآر إن إيه. يبقى الأدينين والجوانين الاتنين بيبقوا موجودين في الدي إن إيه والآر إن إيه. طيب البايرميدين بقى، البايرميدين بيزز فيهم ايه؟ ثلاث انواع زي ما قلنا. قلنا السيتوزين، قلنا السيتوزين ده كان بيدخل في تكوين الاثنين الدي ان ايه والار ان ايه. قلنا تاني نوع كان الصايمين، الصايمين كان بيدخل في تكوين الدي ان ايه بس، واليوراسيل كان بيدخل في تكوين الار ان ايه. تمام. طيب تاني احنا شغالين عمالين نعيد اللي احنا قلناه كله. طيب النيوكليزايدز، قلنا النيوكليزايد دي عبارة عن ايه؟ كنا قلنا ان هي بتتكون من القاعدة النيتروجينية بتاعتنا والسكر، فقلنا it consists of the base والشوجر بتاعنا، والسكر بتاعنا ممكن يبقى ريبوز او ديوكسي ريبوز، والقاعدة النيتروجينية بتاعتنا كانت ممكن تبقى بيورين اللي هي كانت بتتكون من حلقتين، او بايرميدين اللي هي كانت بتتكون من حلقة واحدة. طيب السكر بتاعنا بيبدأ يمسك في الرينج دي، او سوري النيتروجينس بيز بيبدأ يمسك فيها ازاي؟ احنا عندنا السكر بتاعنا في الكربونة رقم واحد منه، لو جينا شفنا المنظر ده كده في الكربونة رقم واحد اللي هي هنا كده بالظبط، تمام، بيبدأ يمسك فيها القاعدة النيتروجينية بتاعتنا. طيب الرابطة اللي بتربطهم الاتنين ببعض دي بتكون ايه؟ هي يعني بتكون كوفالنت، رابطة تساهمية، تمام، نوعها ايه؟ اسمها بيتا ان جلايكوزيدك بوند. طيب معنى الرابطة دي ايه؟ طيب الجلايكوزيدك بوند دي عبارة عن رابطة بتكون موجودة في الجلايكوزايد. هو الجلايكوزايد، الجلايكوزايد ده احنا لسه قايلين من كام سلايد ان هو عبارة عن ان السكر متضاف له حاجة تانية مش سكر، تمام، يعني بالعاميه خالص ان الجلايكوزيدك الجلايكوزايد ده عباره عن سكر، حاجه جزء منه سكر وجزء منه مش سكر، تمام. طيب احنا عندنا جزء السكر هنا هو البنتوز شوجر، السكر الخماسي، سواء كان ريبوز او ديوكسي ريبوز، وعندنا الحاجه اللي هي مش سكر هي القاعده النيتروجينيه، فيها رابطه بتكون موجوده بينهم، هي رابطه تساهميه. طيب يعني ايه ان؟ معنى ان هي بتمسك في النيتروجين، نيتروجين اتوم الموجودة في النيتروجينس بيس بتاعتنا سواء كانت بيورين او بريميدين. قلنا ان البيورين كانت بتبقى ماسكة في ال N9، والبريميدين او البايريميدين كانت بتبقى ماسكة في ال N1، تمام. طيب فقال لك هنا ده لينك بقى ال C1، احنا قلنا هي طالعة من C1 من السكر بتاعنا، بتمسك فين؟ بتمسك في N9، N9 في البايريميدين في البيورين، اسف، N9 في البيورين، وان واحد في البايرميدين. يبقى ان 9 في البيورين وان 1 في البايرميدين، احنا اتكلمنا عن النقطه دي قبل كده خلاص. طيب المثال اللي تحت ده هو الدكتور حضر المثالين دول، فانا حطيتهم الاثنين بس عشان تبقوا فاهمين يعني ان الاختلاف، اختلاف ده عن ده يعني ايه ام بي اصلا. احنا هناخد كمان شويه ان القاعده النيتروجينيه بتاعتنا اللي هي الادينين مثلا، لو ضفنا لها السكر سواء كان ريبوز اللي هو هنا ريبوز او ديوكسي ريبوز بتتسمى، بنضيف لها سافكس كده او اضافه تانية، انا مش عايز ادخلكم في تفاصيل دلوقتي لحد ما نوصل للجدول بتاع الجزئيه دي عشان تبقوا فاهمين اكتر والكلام يكون قدامكم، بس المهم ان هنا الصوره دي السكر اللي بيكونها هو الريبوز، تمام. لو بصينا هنا هنلاقي او اتش عادي فده تمام الريبوز، والسكر اللي بيكون المركب اللي معانا هنا ده هو الديوكسي ريبوز، هنلاقي هنا ان هو منزوع منه الاكسجين اتوم الموجود هنا، تمام. تمام طيب بيقول ان الترقيم بتاع جزيئات السكر بياخد يا اما 3 يا اما 5 عشان اقدر اميز جزيئات السكر عن بعضهم. طيب النقطه دي هتفهموها اكتر بعد كده في الدي ان ايه لما نعرف هو بيتكون ازاي وشكل الجزيئات بتكون موجوده ازاي وبتمسك بعضها ازاي، شكل النيوكليوتيدات يعني
تمسك في بعض ازاي، والاماكن الفاضيه اللي بتكون موجوده في الجزيء بتاعنا من الاكليتيد، فبنبدا نسميه ب يا اما 3 يا اما 5. انتوا دلوقتي ممكن ما تبقوش مستوعبين النقطه دي، بس بعد كده ان شاء الله في الدي ان ايه، شرح الجزئيه بتاعت الدي ان ايه، هتقدروا تفهموها باذن الله. النيوكليوتيدز بقى برضو، هو احنا عاملين نعيد الكلام زي ما قلنا، النيوكليوتيد بتتكون من ايه؟ الجزء الكبير بتاعنا خلاص بقى بتتكون من البيز والسكر، القاعده النيتروجينيه والسكر اللي هم كانوا بيكونوا الا النيوكليزايد، ونيجي نضيف لهم مجموعه فوسفات بالمنظر ده كده، فبنكون النيوكليوتيد الكبير بتاعنا. طيب انا بيقول ان الفوسفات بتمسك فين؟ في الكربون رقم 5 من السكر زي ما قلنا، عندنا الكربون رقم 5 من السكر هنا ايه؟ ماسك فيها ايه؟ ماسك فيها مجموعه الفوسفات. طيب هنبدأ ندخل دلوقتي على آخر جزئية معانا من المحاضرة النهاردة إن شاء الله، وهي الوظائف بقى بتاعت النيوكليتيدات. تمام، إحنا عندنا الوظائف بتاعت النيوكليتيدز تمام بتنقسم لجزئين. تمام، في جزء اللي هو مرتبط بيه، مرتبط بإن هما بيدخلوا، هي الوظيفة بتاعتهم وظيفة بنائية أو structural A function، وظيفتهم بتتقسم لجزئين. يعني ممكن الوظيفة الأولى أو الرئيسية إن هما بيدخلوا في تكوين الـ DNA والـ RNA. طيب هما ممكن يدخلوا في تكوين حاجات تانية؟ أيوه ممكن يدخلوا في تكوين حاجات تانية، فإحنا قلنا إن الوظيفة بتاعتهم ممكن تبقى كوظيفة رئيسية إن البيرين والبيريميدين نيوكليوتيدز دول بيدخلوا في تكوين مين؟ النيوكليك أسيدز بتوع الـ DNA والـ RNA. طيب ممكن يدخلوا في تكوين حاجات تانية؟ أيوه ممكن يدخلوا في تكوين حاجات تانية. طيب هنتكلم فيهم عن البيورينز نيوكليوتيدز لوحدهم بيدخلوا في تكوين إيه، والبيريميدين نيوكليوتيدز بيدخلوا في تكوين إيه، او البيورينز رينج يعني بتدخل في تكوين ايه، والبايرميدين رينجز او بيزز بتدخل في تكوين ايه سبريتلي يعني، او كل واحد لوحده. تمام، طيب قبل ما ندخل على الوظائف بتاعتهم عشان نبقى فاهمين المصطلحات المكتوبه اي ام بي مثلا، او الدي اي ام بي، او الحاجات اللي هتبقى مكتوبه دي، لازم نشوف الجدول ده الاول. ما تخافوش خالص من منظره، هو الموضوع محتاج فهم بس مش اكتر، هو مجرد اضافات بنضيفها على اسم البيز بتاعتنا في الاخر، بنحولها للحاجه الاكبر منها وهكذا. فهنبدا نفهم دلوقتي ايه اللي بيتضاف وايه اللي بيتحول لايه وهكذا. طيب احنا عندنا البيز بتاعتنا قلنا في بيورين بيزز وفي بايريميدين بيزز. تمام، طيب البيورين كانوا مين؟ كانوا الادينين والجوانين. كنت قلت لكم ساعتها ان في اتنين تانيين بس ما بيدخلوش في تكوين الدي ان ايه والار ان ايه، ماشي؟ ايه هما الاتنين التانيين بقى؟ اتنين حاجه اسمه، واحد اسمه زنزين وواحد اسمه هايبوزنزين. طيب اسم هايبوزنزين من اسمه كمعلومه يعني هو عباره عن زنزين بس في حاجه ناقصه منه، ومالوش لازمه ادخل في تفاصيل اللي ناقصه كده، بس خليك عارف يعني ان الزنزين الهايبوزنزين هو جاي من الزنزين، يعني متشال منه حاجه فتحول من زنزين لهايبوزنزين. طيب نبدا اول حاجه بالادينين. ماشي، قلنا ان الادينين دي البيز بتاعتنا، بيورين بيز. طيب النيوكليزايد، قلنا النيوكليزايد ده يعني ايه؟ النيوكليزايد يعني البيز بتاعتنا ماسك فيها سكر. تمام، طيب احنا قلنا ان البيرين بيزز الاثنين بيدخلوا في تكوين دي ان ايه او ار ان ايه. طيب ايه اللي كان بيفرق دي ان ايه عن ار ان ايه؟ نوع السكر. تمام، فهنا قلنا ان السكر اللي بيتضاف للادينين مثلا عادي ممكن يبقى الرايبوز شوجر او ممكن يبقى ديوكسي رايبوز. تمام، طيب السافكس اللي بنضيفه هنا او اسف الاضافه اللي بنضيفها هنا للمصطلح الاخير اللي بنضيفه للاسم بتاعنا عشان يتحول من الاسم اللي هو بتاع البيز يتحول لاسم النيوكليزايد، بنضيف الزن او الاس اي ان اي. تمام، الاسم المقطع بيتنطق زن. تمام، طيب الادينين لو ضفنا له رايبوز هيبقى اسمه ايه؟ ادينوزين. الادينين هيبقى اسمه ادينوزين. طيب لو ضفنا له ديوكسي رايبوز هيبقى اسمه ديوكسي ادينوزين وهكذا. يبقى خليك عارف ان في البيورين بيزز لو ضفنا لها المقطع زن في الاخر بتتحول للنيوكليزايد بتاعتها، اللي هي ايه النيوكليزايد؟ قلنا ان النيوكليزايد دي عباره عن البيز بتاعتنا او القاعده النيتروجينيه زائد السكر بتاعنا. طيب لو السكر بتاعنا كان الريبوز هيبقى اسمه ادينوزين عادي، لكن لو السكر كان ديوكسي ريبوز هيبقى اسمه ديوكسي ادينوزين. تمام، طيب النيوكليوتيد بقى، النيوكليوتيد ده عباره عن ايه؟ قلنا نيوكليزايد زائد مجموعه فوسفات. نيوكليزايد زائد ايه؟ مجموعه فوسفات. طيب احنا قلنا ان النيوكليزايد بتاعنا مثلا لو السكر بتاعنا كان ريبوز هيبقى اسمه ايه؟ ادينوزين. تمام، طيب جينا ضفنا لها واحده فوسفات، ضفنا لها ايه؟ مونوفوسفات. مونو يعني واحد، فالادينوزين ضفنا له مونوفوسفات، فبقى اسم النيوكليوتيد الكبير بتاعنا ايه؟ ادينوزين مونوفوسفات، والاختصار بتاعه اي ام بي. تمام، طيب لو كان السكر بتاعنا اللي مكون النيوكليزايد مع الادينين
هو ايه؟ هو الديوكسي ريبوز، تمام؟ لما كان الديوكسي ريبوز قلنا بيمسك في الادينين، كان بيكون الديوكسي ادينوزين، تمام؟ كان الديوكسي ادينوزين ده عباره عن نيوكليزايد بيتكون من ايه؟ بيتكون من الادينين ماسك فيها السكر اللي هو ديوكسي ريبوز. طيب احنا لو جبنا النيوكليزايد بتاعنا اللي هو الديوكسي ادينوزين، مسكنا فيه ايه؟ مسكنا فيه مجموعه فوسفات عشان نكون النيوكليزايد، فهيبقى اسم الاسم الجديد الموجود معانا هو الديوكسي ادينوزين مونوفوسفات او الدي اي ام بي، تمام؟ الباقي هيبقى بنفس المنوال، الباقي هيبقى ايه؟ بنفس المنوال. الجوانين كذلك هيبقى جوانوزين او ديوكسي جوانوزين، واسم النيوكليوتيد برضه بنضيف له مونوفوسفات، تمام؟ ويدوكسي جوانوزين مونوفوسفات وهكذا. كذلك الزنزين، الزنزين هيبقى زنزوزين، تمام؟ ما تستغربوش من اسمه، هو اسمه كده، تمام؟ وكذلك النيوكليوتيد بتاعته هتبقى زنزوزين مونوفوسفات اكس ام بي، تمام؟ الاختلاف هنا في الهايبوزنزين، الهايبوزنزين ده اسم النيوكليزايد بتاعه بيختلف، يعني احنا دايما كنا كل اللي بنعمله بنضيف في الاخر مقطع زن اللي هو الاس اي ام اي، تمام؟ الاسم هنا هيختلف شويه، النص الاول كمان بتاعه اتغير تماما، هو كان اسمه هايبوزنزين، هنا بقى اسمه ايه؟ ايونوزين، تمام؟ يبقى الحاجه المختلفه بس هنا معانا هي الهايبوزنزين ده اللي هو بيورين بيز، تمام؟ لما بنضيف له السكر بتاعنا بيبقى اسمه ايه؟ بيبقى اسمه ايونوزين. وهنا لو ضفنا له مجموعة الفوسفات هيبقى اسمه ايونوزين مونوفوسفات او اي ام بي، تمام؟ طيب دول كده كانوا البيورين بيز، دول كانوا مين؟ البيورين بيز. يبقى تاني بصفة عامة البيورين بيز المقطع اللي بنضيفه لما البيز بتتحول للنيوكليزايد، او لما بنضيف برضو على البيز السكر بتاعنا سواء كان ريبوز او ديوكسي ريبوز، لان احنا قلنا البيورين بيدخلوا في تكوين الدي ان ايه والار ان ايه عادي، فالسكر اللي ممكن نضيفه عادي ممكن يبقى ريبوز او ديوكسي ريبوز، فبالتالي الاسم بتاعنا ممكن يبقى عادي اسم ناتج ان فيه ريبوز شوجر، او ممكن يبقى اسم ناتج ان فيه ديوكسي ريبوز شوجر، تمام؟ طيب المقطع اللي بنضيفه فيه البيورين بيزس كلهم هو ايه؟ هو الزن او الاس اي ان اي، تمام؟ طيب كنا بنعمل ايه؟ بنضيف زن في اخر الاسم بتاع البيز بتاعتنا ما عدا الهايبوزنزين كان اسمه بيتغير تماما لايونزين، تمام؟ اظن كده واضحه. طيب دول كانوا البيورين بيز. طيب ندخل على البايريمدين بيزس بقى. احنا قلنا ان البايريمدين بيزس كانوا كام؟ كانوا ثلاثة، تمام؟ كان في واحد منهم اسمه السيتوزين، ده كان بيدخل في تكوين الدي ان ايه والار ان ايه، تمام. وقلنا كان عندنا واحد اسمه اليوراسيل، اليوراسيل ده كان بيدخل في تكوين الار ان ايه بس، والسايمين كان بيدخل في تكوين الدي ان ايه بس، تمام. طيب نبدأ بقى واحد معانا السيتوزين. احنا عندنا القاعدة هنا اللي موجودة في البايريمدين ان احنا المقطع اللي في الاخر بنضيفه اسمه دين او دي اي ان ايه، تمام؟ يبقى السيتوزين لو جينا ضفنا عليه سكر سواء كان ريبوز او ديوكسي ريبوز فهيتحول ل من اسمه اللي هو سيتوزين بنضيف مقطع دين اللي هو هيبقى اسمه سيتيدين، تمام؟ يبقى اسم النيوكليوزايد بتاعنا هيبقى سيتيدين او ديوكسي سيتيدين، تمام؟ لان عادي السيتيدين السيتوزين بيدخل في تكوين الدين ايه والار ان ايه عادي، تمام؟ وهنا كذلك في النيوكليوتايد لو ضفنا مجموعه فوسفات واحده مونوفوسفات هيبقى سيتيدين مونوفوسفات سي ام بي، او ديوكسي سيتيدين مونوفوسفات اللي هو دي سي ام بي، تمام؟ الحته هنا اللي عايزه تركيز شويه في الاثنين الباقيين معايا، على الرغم حتى ان الدكتور مش ذاكرها في الجدول اللي شرحه، بس انا لازم اوضحها لكم، وما حبيتش اغير في الجدول عشان ما بقاش غيرت في شكل الداتا اللي الدكتور عملها، بس لازم يكون عندكم ايه فكره عنها او تكونوا فاهمين اصلا هو ما ينفعش كده ليه وينفع كده ليه. طيب اليوراسيل قلنا ان اليوراسيل بيدخل في تكوين ايه؟ بيدخل في تكوين الار ان ايه بس، تمام؟ تمام. يبقى الار ان ايه ده اللي هو كان السكر بتاعه هو الريبوز شوجر، تمام؟ طيب يبقى احنا لو جبنا اليوراسيل وضفنا عليه الريبوز هيبقى اسمه ايه؟ يورادين، يعني المقطع بتاعنا اللي هو قلنا دين، فاليوراسيل هيبقى اسمه يورادين، تمام؟ ده كده تمام. طيب جينا ضفنا عليه فوسفات فهيبقى اسمه يورادين مونوفوسفات يو ام بي، يبقى كده النقطه دي تمام ما فيهاش مشكله. المشكله اللي عندي اعتراض فيها هي النقطه دي، تمام؟ احنا قلنا ان الصايمين بيدخل في تكوين مين؟ بيدخل في تكوين الدي ان ايه. طيب الصايمين لما بيدخل في تكوين الدي ان ايه معنى كده ان السكر اللي بيرتبط بيه هو الديوكسي ريبوز، ديوكسي ريبوز ايه؟ شوجر. طيب الصايمين لو ضفنا عليه ديوكسي ريبوز عشان نحوله النيوكليزايد بتاعه المفروض يبقى اسمه ديوكسي ايه؟ صايمدين، تمام؟ المفروض يبقى اسمه ايه؟ ديوكسي صايمدين. هنا الدكتور حطها صايمدين بس، انا بس لا حبيت اوضحها لكم بس حطيتها زي ما الدكتور ايه كتبها، تمام؟ يبقى الصايمين قلنا ان هو بيدخل في تكوين الدي ان ايه، فبالتالي السكر اللي هيرتبط بيه هو الديوكسي ريبوز بس، فبالتالي برضو نوع النيوكليزايد اسم النيوكليزايد هيبقى اسمه ديوكسي سايمدين، تمام؟
كذلك ان الجليكوسايد بتاعتنا هيبقى اسمه ديوكسيسايميدين مونوفوسفيت. تمام، اتمنى تكون واضحه. يبقى احنا قلنا في البيورين الاضافه اللي بنضيفها في الاخر او المقطع اللي بنضيفه في الاخر لما بنحول البيز بتاعتنا او القاعده بتاعتنا للنيوكليزايد هو مقطع زين او الاس اي ان اي. تمام، طيب انما البايريميدين الاضافه اللي بنضيفها في الاخر هي الدين او الدي اي ان اي. تمام، طيب كده خلاص فهمنا مصطلحاتنا. تمام، هنبدأ دلوقتي نتكلم عن ال structural functions التانية بتاعت ال purines وال pyrimidines. تمام، احنا قلنا ان الوظيفة الأساسية بتاعتهم كانت ايه، ان هما بيدخلوا في تركيب ال DNA وال RNA. تمام، قلنا ليهم وظائف تانية فرعية وهنبدأ نتكلم عنها دلوقتي. هنتكلم على ال purine لوحده الأول، بعد كده هنتكلم على ال pyrimidine. تمام، طيب نفتكر بس كده الأول، قلنا ان ال purines كانوا هما مين؟ كانوا الأدينين والجوانين. تمام، كانوا الأدينين والجوانين، انا حطيتهم لكم هنا عشان تفتكروهم. تمام، طيب اول حاجه قلنا اول حاجه ان هم هاي انرجي ستورز للاي تي بي والجي تي بي. تمام، طيب ايه هو الاي تي بي وايه هو الجي تي بي؟ طيب الاي تي بي اكيد عارفينه، هو الادينوزين ترايفوسفيت. يعني لو جينا فصصناه وقسمناه، ادينوزين يعني ايه؟ لسه قايلين ادينوزين ده النيوكليوزايد اللي هو جاي من ايه؟ جاي من الادينين، ده اللي كانت بيورين بيز. تمام، ماسك فيها ايه؟ ماسك فيها الريبوز شوجر. تمام، اللي هو كان سكر خماسي، سكر خماسي الريبوز، فبيكون نيوكليوزايد اسمه ايه؟ ادينوزين. تمام، بيكون سكر خماسي اسمه ادينوزين. طيب يعني ايه ترايفوسفيد؟ يعني ثلاثه فوسفات. يعني ايه يعني ثلاثه فوسفات؟ يبقى عندنا النيوكليوزايد دي اللي هي ادينوزين مسك فيها ايه؟ مسك فيها ثلاثه فوسفات. تمام، فبسبب ان ماسك فيها ثلاثه فوسفات فهي بتكون مخزن كبير للطاقه. فقال لك ان هما او هما بيسموا الاي تي بي والجي تي بي، كذلك الجي تي بي ده جاي من الجوانين اللي هو جوانوزين ترايفوسفيد. تمام، الاثنين دول هما الانرجي كوينز او عملات الطاقه في الجسم بتاعنا، لان هما بيخزنوا قدر كبير من الطاقه. لما الجزيئات الفوسفيت دي بتتكسر بتخرج قدر كبير من الطاقه، فعشان كده الاي تي بي والجي تي بي بيكونوا مخازن كبيره للطاقه في الجسم بتاعنا. طيب تاني حاجه بيقول انترا سيلولار سيجنالز او الاشارات داخل الخليه. تمام، طيب زي ايه؟ حاجه اسمها سايكليك ام بي وحاجه اسمها سايكليك جي ام بي. طيب احنا سيبك من حرف السي دلوقتي، قلنا الاي ام بي والجي ام بي اتكلمنا عنهم السلايد اللي فات في الجدول. قلنا الاي ام بي ده الادينوزين مونوفوسفات والجي ام بي الجوانوزين مونوفوسفات. وقلنا بيجوا ازاي؟ قلنا ادينوزين ده نيوكليوزايد جاي من ايه؟ من ادينين مسك فيه ريبوز تكون ادينوزين، رجع مسك فيه واحده فوسفات فبقى ادينوزين مونوفوسفات، ده النيوكليوتيد الكبيره، وكذلك مع الجوانين. تمام، طيب ايه حرف السي ده بقى؟ الشرح في حرف السي، ركز معايا في الصوره دي كده عشان تقدر تفهم. بص احنا عندنا هنا ده السكر الخماسي بتاعنا الريبوز. تمام، هنا تمام. طيب عندنا دي القاعده النيتروجينيه، وهنا الموجود في المثال معانا هو الادينين، يبقى دي الادينين مسكت مع سكر الريبوز كونت حاجه اسمها ادينوزين اللي هو نيوكليوزايد. تمام كده، تمام. طيب النيوكليوزايد ده لما يجي يمسك فيه واحده فوسفات اللي هي كانت بالمنظر هنا كده في كربونه رقم 5، كانت بتتسمى ايه؟ بتتسمى ادينوزين مونوفوسفات. تمام، اتكلمنا عن الحوار ده السلايد اللي فات. طيب الاختلاف هنا او التغير اللي حصل هنا ايه؟ ان في اكسجينه من اللي موجوده في الفوسفات جروب بتلف وتمسك في السكر في الكربون رقم 5، فبتعمل حاجه زي سايكل كده او زي حلقه، فالمركب اللي عندنا بيتسمى سايكليك اي ام بي. يبقى تاني اتمنى تكون وصلت، احنا عندنا الاي ام بي العادي العادي خالص بيتكون من ايه؟ بيتكون من الادينين. تمام، ماسك فيه ايه؟ البنتوز شوجر اللي هو معانا مين؟ الريبوز. تمام كده، تمام. كون ايه؟ كون الادينوزين، الادينوزين يمسك في الكربون رقم 5 مجموعه فوسفات واحده فكون ادينوزين مونوفوسفات، ده نيوكليوتايد معانا. طيب مجموعه الفوسفات دي لو عملت سايكل ومسكت في كربون رقم 3 من نفس السكر فتكون حاجه اسمها سايكليك اي ام بي. تمام، ده بالنسبه ل السي اي ام بي. طيب وكذلك بالنسبه للسي جي ام بي، الاختلاف هيبقى في البيز بتاعتنا، بدل ما هي ادينين هتبقى جوانين. طيب الوظيفه بتاعتهم هنا ايه؟ قال لك ان هما يعتبروا الرسول الثاني لبعض او العديد من الهرمونات. معنى الجمله دي ايه؟ بص هفهمكم حاجه، احنا عندنا الهرمونات ما بتطلع من الغدد بتاعتها. تمام، بتبدا ايه؟ بتبدا تروح على المكان اللي هي عايزه تروح تشتغل عليه او عايزه تروح تشغله او تحفزه، سواء هيفرز هرمونات تانية او هيشتغل. ما علينا، مش عايزين ندخل في تفاصيل دلوقتي، مش موضوعنا. تمام، يبقى احنا قلنا عندنا الهرمونات بتروح ايه؟
لتيشو معين او التارجت تيشو بتاعها عشان تبدا تحفزه. طيب في هرمونات، في بعض الهرمونات بتدخل دايركت للخليه جوه، تقدر تعدي من السيل ميمبرين. احنا طبعا اظن عارفين خلاص السيل ميمبرين يعني ايه وبيتكون من ايه. ففي حاجات بتبقى ليبت، تمام، استرويد او كده، بتبقى ليبت، فبتقدر تعدي من السيل ميمبرين عادي، تدخل تشتغل جوه في الخليه على طول، ما بتحتاجش ايه، ما بتحتاجش ريسبتور يستقبلها على سطح الخليه من بره، تمام. دي ما لناش دعوه بيها. في هرمونات تانية بقى ما بتقدرش تدخل من السيل ميمبرين، فبيبقى ليها ايه، بيبقى ليها ريسبتورز موجوده خاصه بيها على سطح الخليه او على السيل ميمبرين بتاعها، فبتبدا تستقبل الهرمونات دي. فدي بتبقى ايه، الفيرست ماسنجر بتاعها او المستقبل الاول بتاع الهرمونات دي. طيب بيبدا يستقبل الهرمونات دي، يعديها من السيل ميمبرين، يدخلها جوه ايه، جوه الخليه. طيب هي دخلت جوه الخليه، عايزه تروح لنقطه معينه في الخليه، هتتنقل ازاي؟ هتتنقل بقى عن طريق السايكليك ام بي او السايكليك جي ام بي. يبقى السايكليك ام بي او السايكليك جي ام بي هما السكند ماسنجر بتوع العديد من الهرمونات، وقلنا انهي هرمونات خصوصا اللي هما ما بيقدروش يعدوا من السيل ميمبرين بتاعنا، تمام؟ اتمنى تكون واضحه. طيب تالت حاجة بيقول ايه؟ بيقول ان هما بيدخلوا في تركيب مين؟ الكو انزيمز. يعني اظن انتوا عارفين الكو انزيمز وحفظتوهم وهرستوهم في الشابتر اللي فات بتاع الانزيمز، تمام؟ فاحنا هنعدي عليهم سريعا، مش هشرح فيهم تاني، لان انتوا المفروض تكونوا عارفين كل واحد فيهم بيعمل ايه وظيفته ايه، تمام؟ طيب عندنا مين؟ عندنا النات، النات بي، الفاد، والاف ام ان، تمام؟ دول بيشتغلوا كايه؟ كهيدروجين كارير او حاملين للهيدروجين، تمام؟ طيب عندنا الكواش، الكواش ده كان بيأكت ايه؟ كأسيد كارير او حامل للأسيد، تمام كده؟ تمام. طيب احنا لسه في البيورين اللي هما كانوا مين؟ الأدينين والجوانين، تمام؟ طيب رابع حاجة معانا، الوظيفة اللي ممكن يعملها البيورين بيز دي، ان هما بيشتغلوا كأكتيف ميثايل دونر. يعني ايه الجملة دي؟ أكتيف ميثايل دونر يعني بيقدر يتبرع بمجموعة الميثايل اللي ماسكة فيه. معنى كده ان هو بيكون ماسك فيه مجموعة ميثايل، تمام، بتكون سهلة تتكسر، فهو بيشتغل كأكتيف ميثايل دونر. يعني أول ما مجموعة الميثايل دي بتتكسر، بتقدر تتبرع بيها إيه، أو هي بتقدر تتبرع بيها لحاجة تانية محتاجة مجموعة الميثايل عشان هي بتتكسر منها بسهولة. المثال اللي معانا هنا حاجة اسمها الإس أدينوزايل ميثيونين أو السام. طيب بص معايا في الرسمة دي كده، يعني إيه إس أدينوزايل ميثيونين؟ اس يعني في مجموعة كبريت، تمام. ادينوزايل، ادينوزايل جاي من ادينوزين، تمام. طيب ادينوزايل او الادينوزين ده كان بيتكون ايه؟ ده كان نيوكليوزايد عبارة عن ايه؟ عبارة عن البنتوس شوجر اللي معانا اللي هو الريبوز زائد الادينين اللي هو كان بيورين بيز، تمام، بيكونوا الادينوزين، تمام، يمسك فيه كبريت فبقى اسمه اس ادينوزايل. طيب الاس ادينوزايل ماسك فيه حاجة اسمها ميثيونين، يعني يبقى عيب بجد لو مش فاكرين يعني ايه الميثيونين. لا بجد مش فاكر، دي مصيبة. لا لا مش مصيبة إن شاء الله. بص الميثيونين، الميثيونين ده كنا بنقول إيه؟ لو نفتكر نرجع كده لشابتر البروتينات، كنا قلنا إن الميثيونين ده كان أليفاتيك نون برانشد بروتين، كان زيادة إيه؟ كان فيه زيادة كابريت وكان فيه زيادة ميثايل جروب. فلو جينا بصينا هنا هنلاقي فعلا، لو نفتكر المميزات بتاعت الأمينو أسيد كانت إيه؟ كانت فيه كربوكسيليك جروب والأمينو جروب. هنا الزيادة اللي كانت معانا إن في مجموعة كبريت وكان في مجموعة ميثايل، تمام؟ دول بيمسكوا في الكربون رقم 5 بتاعة البنتوز شوجر اللي معانا اللي هو الريبوز، فبيكونوا لنا مركب جميل كده اسمه إيه؟ اسمه السام، اللي هو اختصار يعني الإس أدينوزايل ميثيونين، تمام. يبقى تاني قلنا الإس أدينوزايل ميثيونين أو السام ده كان الوظيفة بتاعته إيه؟ قلنا إن هو أكتيف ميثايل دونر. أكتيف إيه؟ أكتيف ميثايل دونر، تمام؟ طيب خامس وظيفة معانا، ان هما بيشتغلوا كاكتيف سلفيت دونر. يعني ايه برضه اكتيف سلفيت دونر؟ نفس الحوار برضه، ان هما بيقدروا يتبرعوا بمجموعه السلفيت اللي ماسكه او مجموعه السلفر اللي ماسكه فيهم اللي هي مجموعه الكبريت، تمام. طيب لو جينا بصينا الرسمه دي كده، احنا عندنا المثال اللي معانا حاجه اسمها 3 فوسفو ادينوزين 5 فوسفو سلفيت، او اللي هو الاختصار بتاعه البابس، تمام. طيب ادينوزين تاني، فاحنا قلنا الادينوزين ده عباره عن ايه؟ عباره عن البنتوز شوجر بتاعنا اللي هو الريبوز، ماسك فيه البيورين رينج بتاعتنا هنا اللي هي الادينين، تمام. يبقى المنظر ده كده بس، المنظر ده كده هو الادينوزين، تمام. طيب الاضافات اللي معانا هنا بقى يقول لك 3 فوسفو، 3 فوسفو، يعني لو جينا بصينا عند الكربون رقم 3 بتاعت السكر، الاضافات بتاعتنا بتبقى في السكر بس، ما فيش حاجه بتضاف على القاعده النيتروجينيه بتاعتنا. الاضافات بتاعتنا قلنا ايه؟ بتبقى في السكر. لو جينا بصينا على الكربون رقم 3 في السكر بتاعنا هنلاقيه ماسك فيها مجموعه فوسفات،
فعمل ايه؟ 3 فوسفو ادينوزين. ولو جينا بصينا برضو على الكربونه رقم 5 اللي كان بيبقى ماسك فيها مجموعه فوسفات بس، هنلاقي مسك فيها، مسك في مجموعه الفوسفات دي مجموعه ايه؟ كبريت، ف5 فوسفو سلفيت. يبقى تاني المركب اللي اتكون في الاخر اسمه ايه؟ 3 فوسفو ادينوزين، 3 هنا في الكربون رقم 3 مسك مجموعه فوسفات تمام في الادينوزين. تاني قلنا ان الادينوزين ده نيوكليزايد اللي هو متكون من ايه؟ من الادينين ماسك فيه الريبوز شوجر اللي هو السكر الخماسي بتاعه تمام. 5 فوسفو سلفيت في الكربون رقم 5 ماسك فيها ايه؟ مجموعه فوسفات، مجموعه الفوسفات ماسك فيها مجموعه كبريت، كون لنا المركب الكبير بتاعنا اللي هو اختصاره البابس. طيب البابس ده وظيفته ايه او بيعمل ايه؟ قال لك انه له فانكشن ان هو بيشتغل كاكتيف سلفيت دونر، يعني مجموعه الكبريت دي ممكن تتكسر بسهوله وتروح لمكان تاني تؤدي فيه غرض معين. طيب سادس واخر وظيفه للبيورينز معانا هما ان هما بيعملوا وظيفه تنظيميه تمام. فقلنا ان هما بيعملوا ايه؟ دي سيرف ريجولاتوري فانكشنز. زي ايه؟ عندنا هناخد مثال، اول مثال معانا هو الاي دي بي. بص الاي دي بي ده هو عباره عن ايه؟ برضو ايه؟ ادينوزين، جاي من ادينوزين. ادينوزين ده كان نيوكليزايد متكون من ايه؟ من الادينين. احنا عمالين نعيد عشان الدنيا تثبت اكتر. الادينوزين ده كان نيوكليزايد جاي من ايه؟ من الادينين اللي هو البيورين بيز بتاعتنا، مسك فيها الريبوز ايه؟ شوجر اللي هو السكر الخماسي بتاعنا الريبوز تمام. طيب كون ايه؟ الادينوزين اللي هو اول حرف. طيب يعني ايه دي بي؟ دي بي احنا كنا قلنا ان ام بي يعني مون. طيب تفكيرك كده دي بي يعني دي ممكن تبقى داي، فهي فعلا دي يعني داي فوسفيت، يعني ماسك فيه 2 فوسفات مش واحده بس. يبقى الاي دي بي هو عباره عن ادينوزين او النيوكليزايد بتاعنا اللي هو الادينوزين مسك فيه 2 فوسفات، فكون لنا النيوكليتايد الكبير اللي هو اسمه ادينوزين داي فوسفيت. ادينوزين ايه؟ داي فوسفيت. خليك عارف ان احنا عندنا 3 مراحل منهم اللي هم اي ام بي، اي دي بي، واي تي بي. احنا المشهور دايما هو الاي تي بي لان ده يعتبر الانرجي كوين او العمله، عمله الطاقه في الجسم بتاعنا. هو اكتر حاجه ممكن تخزن طاقه لان المجموعات الفوسفات اللي فيه دي لما بتتكسر بتقدر تحرر طاقه منها، فالمشهور اكتر فيهم هو الاي تي بي. يليه تحتيه هو الاي دي بي يعني ماسك فيه 2 فوسفات بس، واول واحد تحت اللي هو الاي ام بي ماسك فيه 1 فوسفات بس. فالمهم بيقول ان الاي دي بي هنا الليفلز بتاعته او مستوياته في الجسم تقدر تريجوليت ايه؟ بتعمل تنظيم لمعدل حاجه اسمها اكسيد الفوسفوريليشن. بتحصل فين؟ في الميتوكوندريا. بصوا انا مش هقدر ادخل في تفاصيل، اعرفوها بس كمعلومه. الموضوع ده هتعرفوا عنه اكتر ان شاء الله في سنه تانية في الكيمستري بتاعه الكربوهيدرات، تعرفوا في الميتابوليزم بتاعه، اسف، هتعرف في الاكسيد الفوسفوريليشن وهتاخدوا فكره عن الاي دي بي بيعمل ايه في الحوار ده تمام. طيب تاني حاجه بيقول ان في سبيسيفيك كده نيوكليوتايدز او نيوكليوتايد مخصصه او بعض النيوكليوتايدز يعني بتعمل ايه؟ بتعمل الوسيتريك ريجيليشن، يعني هما بيشتغلوا كالوسيتريك ايه؟ ريجيليتورز في الانزيم اكتيفيتي. اظن انتوا فاهمين يعني ايه الوسيتريك ريجيليشن على مستوى الانزيم اكتيفيتي، يعني اظن تقريبا اتكلمنا عنه في شابتر الانزيم. خلاص عرفنا يعني هو ايه اصلا، فبالتالي انا مش هتكلم فيه وخلاص، هنكتفي بالمعلومه دي ان هو في سبيسيفيك نيوكليوتايدز. هو حتى هنا ما ذكرش هما مين، وده كويس. سبيسيفيك نيوكليوتايدز بيشتغلوا كايه؟ كالوستيريك ريجوليتورز في الانزيم اكتيفيتي. طيب هنبدا دلوقتي نتكلم على الوظيفه الثانيه بتاعه البايريمدين، غير ان هما بيدخلوا برضو في تكوين ايه؟ الدي ان ايه والار ان ايه تمام. عشان نفتكر كده قلنا البايريمدينز كانوا مين؟ كانوا السيتوزين، يوراسيل، والثايمين. برضو افكركم تاني، السيتوزين قلنا كان بيدخل في تكوين او في تركيب الدي ان ايه والار ان ايه، اليوراسيل كان بيدخل في تكوين الار ان ايه بس، والثايمين كان بيدخل في تكوين الدي ان ايه بس تمام. طيب اول حاجه معانا هنا ايه؟ قال لك ان هما بيدخلوا في تكوين الهاي انرجي انترميديتس، يعني ايه؟ بيدخلوا في تكوين مركبات كده تمام بتكون ليها ايه؟ طاقه عاليه تمام. يبقى تاني البايريمدين بيدخلوا في تكوين ايه؟ بيدخلوا في تكوين مركبات او وسايط في بعض الباسويز او ال، انا مش قادر اخد راحتي في الشرح عشان ما تهوش معايا، بس المهم ان البايريمدينز دول بيدخلوا في تكوين ايه؟ بيدخلوا في تكوين مركبات ليها طاقه عاليه تمام. طيب زي مين؟ عندنا حاجه اسمها يو دي بي جلوكوز، يو دي بي جلوكوز او اليوريدين دايفوسفيت جلوكوز تمام. اليوريدين كنا قلنا ان هو جاي من ايه؟ جاي من اليوراسيل. اليوراسيل ده كان بايريمدين ايه بيز، قلنا اليوراسيل تمام لو مسك فيه مين؟ قلنا ان اليوراسيل كان بيدخل في تكوين الار ان ايه بس، فبالتالي السكر اللي هيمسك فيه هو الريبوز تمام، فهيكون حاجه اسمها يوريدين اللي هو النيوكليزايد بتاعنا. يبقى اليوريدين لما يتضاف له دايفوسفيت
اللي هما اتنين فوسفات، فهيعمل حاجه اسمها يو دي بي. يو دي بي اليو دي بي ده لما يمسك فيه جزيء جلوكوز، تمام، هيكون حاجه اسمها يو دي بي جلوكوز. نيجي نبص الرسمه دي اكتر، عشان نبص الرسمه دي عشان نفهم الموضوع اكتر، حتى الرسمه بالعربي وجميله يعني. بصوا، عندنا قلنا ان السكر الموجود معانا، السكر الخماسي، هو الريبوز، تمام. مسك فيه ايه؟ مسك فيه البايرميدين بيز بتاعتنا اللي هي اليوريسيل، تمام، فكونت نيوكليزايد اسمه ايه؟ اسمه يوريدين، تمام. يبقى النيوكليزايد بتاعنا هنا اسمه يوريدين، عباره عن ايه؟ عباره عن الريبوز وعباره عن اليوراسيل، فكون اليوريدين زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، تمام. طيب اليوريدين ده لو جينا عند الكربون اتوم رقم 5 بتاعه السكر بتاعنا، جينا ضفنا له ايه؟ ضفنا له 2 فوسفات، داي فوسفات. عندنا واحده فوسفات اهي والفوسفات الثانيه، فكون حاجه اسمها يو دي بي او يوريدين داي فوسفات. يبقى اليوريدين داي فوسفات عباره عن يوريدين ضفنا له 2 فوسفات. طيب بعد ما كوننا اليوريدين داي فوسفات ده، جينا ضفنا له جزيء جلوكوز، تمام، فكون حاجه اسمها يوريدين داي فوسفات جلوكوز او يو دي بي جلوكوز، تمام. طيب قلنا ده ايه؟ ده مركب له طاقه عاليه، تمام. طيب يستخدم في ايه او بيدخل في ايه؟ بيدخل في حاجه اسمها جلايكوجينيسيس، ده هتعرفه اكتر، هو واليورينيك اسيد باسويز، دي باسويز او زي طرق كده، او طرق تفاعلات بتمشي فيها عشان تطلع ناتج في الاخر. ما علينا، الجلايكوجينيسيس ده بيصنع ايه في الاخر؟ بيصنع جلايكوجين. يعني عندنا الجلوكوز بيدخل يحصل له شويه تفاعلات كده كتيره بتمشي في باسوي، بتكون حاجه اسمها جلايكوجين في الاخر. وكذلك اليورينيك اسيد ايه؟ باسوي، تمام، اللي هو بيكون في الاخر يورينيك اسيد، تمام. ده هنعرفه اكتر ايه في سنه تانية في الميتابوليزم ان شاء الله، تمام. تاني مثال معانا هو اليو دي بي جالاكتوز. الفرق ايه؟ ان بدل الجلوكوز هنا حطينا جالاكتوز، تمام، ما فيهاش اي ايه، ما فيهاش اي حاجه زياده عن كده. يبقى اليو دي بي جالاكتوز هو زي اليو دي بي جلوكوز، مع اختلاف ان بدل مجموع بدل جزيء الجلوكوز اللي هنا حطينا جالاكتوز بداله. طيب ده بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في الجلاكتوز ميتابوليزم برضه، يعني عمليات الهدم والبناء بتاعت الجلاكتوز، تمام. تمام. طيب اخر حاجه معانا في البايريميدين نيوكليوتايدز، وهي ان هما بيكونوا هاي انرجي ستورز زي البيورين، قلنا كانوا بيكونوا اي تي بي وجي تي بي، هنا برضو البايريميدين بيكونوا هاي انرجي ستورز اسمهم سي تي بي ويو دي بي ويو تي بي، تمام. سي تي بي اللي هو السايتيدين ترايفوسفيت، تمام، سايتيدين ترايفوسفيت، قلنا ان هو عباره عن سايتيدين اللي هو كان نيوكليزايد متكون من ايه؟ من السيتوزين، ويمسك فيه ريبوز شوجر، تمام. بعد كده يرجع يمسك فيه 3 فوسفات، فبيعمل السي تي بي او السيتيدين ترايفوسفيت. وكذلك اليو تي بي، اليو تي بي بنفس الطريقه. طيب قلنا دول بيبقوا ايه؟ بيبقوا هاي انرجي ستورز في الجسم بتاعنا، تمام. وقلنا ليه هما بيبقوا هاي انرجي ستورز؟ عشان الثلاثه فوسفات دول لما بيتكسروا بيطلعوا كميه طاقه كبيره، فعشان كده هما بيعتبروا مخازن كبيره للطاقه في الجسم بتاعنا. طيب وبكده نكون وصلنا للسلايد العظيمة جدا دي كلنا بنحبها، حط فيها ثانك يو. أتمنى تكون المحاضرة بتاعت النهاردة كانت لذيذة وجميلة، يا محاضرة خفيفة يعتبر، يعني كانت محتاجة فهم شوية، لأن بقية الشابتر أكيد أكيد مبني عليها، تمام. لو حد عنده أي مشكلة أو أي جزء مش مفهوم، يا ريت يبعت لنا، إحنا عندنا الديسكريبشن بتاع الفيديو بتاعكم مليان حاجات كتير ممكن تبعتوا فيه، في مثلا الفيدباك بتاع الفيديو ممكن تبعتوا فيه لو في أي مشكلة أو أي حاجة، سواء شرح، صوت، أي نقطة مش مفهومة. إحنا على فكرة بنفرح بالمشاكل دي عشان نقدر نعالجها، عشان ما تبقاش موجودة. فلو حد قابله أي مشكلة في أي حاجة ممكن يبعت لنا في الفيدباك الموجود تحت، الفورم اللي موجود تحت. بس أتمنى إنكم تكونوا استفدتوا من محاضرة النهاردة، وأشوفكم إن شاء الله في المحاضرات الجاية. سلام يا دكتور.